السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي مجددا لنتابع الحديث عن قضية الرزق التي كانت هي موضوع هذا الأسبوع من خلال مختلف الحلقات اليومية. اليوم غنتكلم على مفاتيح الرزق، كيف تكون غنيا بالإيمان، كيف تكون غنيا بالتوكل على الله، كيف يمكن أن تكون من أغنى الأغنياء في الأرض فقط بأن تجعل قلبك معلقا بالله ويأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. تذكروا معي جميعا القصة المشرقة الجذابة التي حكاها الله تعالى في كتابه العزيز عن السيدة مريم بنت عمران أم المسيح عليه السلام، وهي شابة صغيرة كان يأتيها رزقها رغدا. كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هذا كلام رب العالمين لا يخطئ وصادق تمام الصدق. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قضية الرزق أيها الأحباب الكرام شغلت بال الإنسانية منذ القدم، على اختلاف عقائدهم وعلى اختلاف إيديولوجياتهم وعلى اختلاف مهامهم. حينما تستمع إلى أحاديث الناس ومشاكلهم تجدها كلها مركزة حول قضية الرزق. نحن جميعا بني الإنسان حينما نستيقظ صباحا نخرج من بيوتنا ثم نقصد عملا ما. الكل يبحث على توفير المال لنفسه ولأولاده، الكل يفكر في ضمان احتياجات أسرته من مأكل ومشرب ومسكن وتطبيب، الكل يفكر في أولاده، في دروسهم، في ملابسهم، في أكلهم وشربهم. هذه المسألة تستمر مع الإنسان حتى يكبر أولاده، وحينما يكبرون يفكر مرة أخرى في تجهيزهم، في إعدادهم لمرحلة أخرى وهي مرحلة الزواج وما فيها من متطلبات مادية كثيرة. الناس همهم الأكبر جمع المال، وحتى لا تأكل الدنيا القلوب ويستحوذ بريقها العقول، رب العباد جل جلاله في كتابه العزيز أكد أكثر في أكثر من موضع بأن الرزق من عند الله، الرزق من عند الله هو الذي يعطي، بيده كفاية الإنسان. الإنسان ما عليه سوى بذل الجهد، فلا يتواكل ولا يعجز، ولكن يقوم بالعمل، يحاول على قدر ما يستطيع، والله تعالى يعينه ويمد له يد المساعدة. الله تعالى حذر من أناس شغلتهم الدنيا وطلباتها، كيسعوا بالليل وبالنهار في جمع المال وكسب الرزق، وانشغلوا عن العبادة وانشغلوا عن الذكر، ونسوا بأن هذه الدنيا لن تأخذ منها
إلا ما قسمه الله لك. وبالمقابل ربنا عز وجل أعطى لعباده مفاتيح طلب الرزق، هناك مفاتيح، بالإضافة إلى العمل وبالإضافة إلى الجهد هناك مفاتيح، إذا امتلكها الإنسان الله عز وجل يكرمه برزق وفير يسد فقره ويملأ حياته سعادة وقلبه رضا واطمئنان. من أهم هذه المفاتيح مفاتيح الرزق، إذا أردت أن تكون غنيا في أقرب الأجال، ما عليك أولا أن تبدأ إلا بالسبب الأول، وهو الاعتماد الكلي على الله جل علا، اعتمد عليه وحده لا شريك له، إياك أن تعتمد على أي مخلوق آخر مهما على مقامه، الاعتماد يكون على الله. ربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز: يا ابن آدم لا تخش من ضيق الرزق وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا، يا ابن آدم لا تطلب غيري وأنا لك، فإن طلبتني وجدتني وإن فتني فتك وفاتك الخير، يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وقسمت لك رزقك فلا تتعب. حديث قدسي طويل يناجي فيه الله تعالى ابن آدم، لا يقول يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها المسلمون، بل يقول يا ابن آدم، يخاطب كل الإنسانية على اختلاف مذاهبها ودياناتها وعقائدها. المقصود أن من اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على سلطانه زل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على الله فلا مل ولا قل ولا ضل ولا زل ولا اختل. اعتمد على الله وسوف ترى بأنك قد امتلكت أول مفتاح من مفاتيح الرزق. فاللهم يا رب اجعل اعتمادنا عليك يا رحمن يا رحيم. الأمر الثاني أيها الأحباب الكرام، علينا أن نهتم بأمر العبادة. الإنسان يعتني بعبادته، للأسف أننا اعتدنا في خضم الأعمال والانشغالات اليومية الإنسان يجعل صلاته هي آخر شيء، منشغل في العمل في الحقل في المؤسسة في الإدارة، والمرأة منشغلة في بيتها مع أولادها في المطبخ مع الجيران، وتقول سوف أصلي سوف أصلي، وتمضي السويعات وينتهي النهار ولم تصلي، وإن صلت صلت بنوع من السرعة بدون خشوع واطمئنان. فهذا من أبواب سد باب الرزق. إذا أردنا أن نمتلك هذا المفتاح مفتاح الرزق، علينا أن نعتني بالعبادة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. دائما رب العزة يخاطب بني آدم: تفرغ لعبادتي، لابد أن يكون لك وقت طويل في العبادة، من صلاة وتلاوة القرآن وتأمل في ملكوت الله وجلال الله وعظمة الله، وأن يكون لسانك رطبا بذكر الله. هذا كله أنواع من العبادات، املأ وقتك بهذه العبادة. إن فعلت ذلك ملأ الله صدرك غنى. الغنى هو في الصدر ليس في الرصيد البنكي. هناك أناس عندهم أرصدة بنكية ضخمة لا تعد ولا تحصى، وهم من أشقى الناس. وهناك من قد يمتلك قسطا معدودا من الأموال ولكنه عنده غنى الصدر. أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. ما تخافش، الله تعالى تعهد أنك لن تمد يدك، تعهد الله تعالى بأنه سوف يسد فقرك. وإلا تفعل
ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. اللي ما صلى مع عبد الله تعالى كيتملأ الصدر ديالو بالشغل نهار كامل وخدام، عنده ربعة الخدامي كيخدم هنا وكيخدم هنا وكيشتغل هنا، ولي بروجي ما كيساليوش وديما متعب، والهواتف النقالة وجري هنا وجري لهيه وما كيدي والو ما كيدي والو، وكيبقى دائما يشعر بأنه فقير ومحتاج. الله تعالى كيتكلم على واحد القوم من الذين سبقونا من قبل وأنهم ما فعلوا ذلك، خلوا العبادة وانصرفوا إلى الدنيا، خصوصا اليهود والنصارى اللي كانوا أيام زمان. قال الله تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يعني من أقام الدين ما تخافش، غير أقم الدين في نفسك وتوكل على ربك وماذا يقع. قال لك الله تعالى: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ما معنى أكلوا من فوقهم؟ الله كينزل المطار في الإبان ديالو وكيكون منظم وكينزل على الأرض فتنبت الزرع والكلى والتمور والخيرات والبركات، كينزل الخير من السماء ومن تحت أرجلهم. هاد المعادن والطاقات البترولية والذهب والفضة اللي تحت الأرض كله كيصعد. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، يعني القرآن، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الله تعالى كيحضر الناس بأنهم يغفلوا عن العبادة، لأنهم لو غفلوا عنها راهم ضيعوا واحد المفتاح عظيم من مفاتيح الرزق، ولكن إلا اهتموا بها غيفلحوا. كيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. كيخسر يعني في الدنيا، راه عنده المال، عنده الجاه، عنده كل شيء وما عنده والو، كيشعر بالخسران، كيتلهى مع المال، كيتلهى مع الأولاد، وكينسى ذكر الله. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. دائما ذكر الله من أعظم المفاتيح للرزق. انت جالس والخير كيجي لعندك بالقياس وعمرك ما تخص. ثم كيأمرنا بأن وليداتنا والأزواج ديالنا والأحباب ديالنا كلنا نحاول نوصوهم على هذه الأمور: وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هذا إذن أيها الأحباب تذكروا جيدا مفتاح آخر من مفاتيح الرزق: العناية بالعبادة، خصوصا الذكر وخصوصا الصلاة. كذلك هناك مفتاح آخر من مفاتيح الرزق إذا العبد قام به، الله تعالى كيفتح لي باب الرزق، كتلقى محظوظ، كتلقى دائما مبشور، دائما مبتسم. بعض الناس كتلقى الشفتين ديالو عرض وعنده ثقبة الزين في الحنق ديالو، منين جابها؟ من كثرة الابتسامة. ناس اخرين كتلقى الجبهة ديالو فيها 11 بين عينيه، ولا 111 ولا 1111 من شدة التخمام، من شدة انه مزير. باش نطلقوا وربي يفرجها، كثر من الحسنات. الاكثار من الحسنات على اختلاف اشكالها. الى كثر منها الانسان، ربي عز وجل راه وهبك مفتاح من مفاتيح الفرج. كيقول ابن عباس رضي الله عنهما: ان للحسنات ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الصدر وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. شوف الحسنة ملي كديرها وما تخافش. الحسنة الحمد لله راه كاين الصدقة بالمال، كاين خدمة المجتمع، انت في جمعية في المجتمع المدني كالتعاون مع الناس على نظافة البيئة، على تنظيم المرور، على خلق التكافل والتضامن مع المعوزين والفقراء. اي عمل فيه خير للبشرية كله كيتسمى حسنة. اش فيه؟ ضياء في الوجه، كتلقى مولاها ديما وجهه زين، وجهه مبشور، وجهه منور بلا مكياج وبلا عملية تجميل. ونورا في القلب، كتلقى القلب ديالو دائما الحمد لله كيف كيقولوا بومب، صحته بومب، دائما ما كيعيا ما كيتعب، لان دائما كيتيليشارجي. هناك التيليشارجمون ديال القلوب وديال القوة. المؤمن عمرو ما يتعب وعمرو ما يعيا، دائما غادي خدام. وساعة في الرزق، دائما شبعان، واخا يكون قليل ربي كيطرح فيه البركة وكيعود
كيبان ليه كتير عليه، وقوة في البدن كتلقى صحيح. الحمد لله عطى الله القوة، ما كيشكي لا من أمراض ولا من أسقام. ومحبة في قلوب الخلق، الناس كيبغيوه وكيبغيو يقتربوا منه، وكيكون دائما ذاك لو كورون كيدوز بسرعة بين القلوب. هذه من ثمرات الحسنة. أما اللي كيدير السيئة كتلقى وقع في النميمة والغيبة، كيسرق وكيدير أعمال مخالفة، أشنا هي النتيجة ديالها؟ وإن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القبر والقلب، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق، والعياذ بالله. كتلقى قلبه ديما مظلم، ديما عنده اكتئاب، عنده هم وغم، ووهنا في البدن، ديما سخفان، ضرني ركابي، ضرني قلبي، غنطيح، وقيل غدا غنموت، ونقصا في الرزق. كيخدم ولكن ما كيستمتعش بداك المال ديالو، دائما كيدير ليه الله موانع ما كيستمتعش بها. وبغضة في قلوب الخلق، غير كيذكروه الناس كيقولوا أعوذ بالله أعوذ بالله، وكينفروا منه. فأيها الأحباب، الإكثار من الحسنات، عقلوا عليه مزيان، راه مفتاح من مفاتيح الرزق، راه الرزق كيجي حتى لعندك بأمر الله تعالى. ثم كذلك مفتاح آخر من مفاتيح الرزق، وهو القناعة والرضا بما قسم الله. المؤمن نادرا أنه تلقاه كيتشكى أو أنه يطالب بالحقوق، كيعرف بأن الحق راه عند الله تعالى، قانع وراضي وكيقلبوا على الواجبات. المؤمن في الثقافة الإسلامية ما عندناش مثل المطالبة بالحقوق، عندنا القيام بالواجبات. أما الحقوق ضامنها الله، ولكن الواجبات هي اللي أنا مختل فيها. فالإنسان يقنع ويرضى بما قسم الله تعالى، هذا كيعطي اطمئنان القلب، وكيكون بعيد عن الجشع والطمع. واحد مرة واحد من الصالحين كان سعيد، رزقه على قد الحال، ولكنه كان سعيد وكياكل وكيوكل، وفيما مشى رحمة الله تبعه. وكان بعيد ما الناس ملي كيتخاصموا كيمشوا للمحاكم وكينضموا داخل واحد المنظمات من أجل المطالبة بالحقوق والفوضى والفتنة والثورة، هو كان بعيد على هادشي كله، هو قابل القبلة وذكر الله وكيعمل وكيسعى في الخير. سولوه قالوا له يا إمام الحسن البصري، قال له ما سر زهدك في الدنيا؟ قال أربعة أشياء: علمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به، وعلمت أن رزقي لا يذهب إلى غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي. هذا واحد البلانين ممكن نعتمد عليه في حقيقة الحياة. بعض الناس ربما غادي في طريق ولكنه يفتقد للبوصلة، ما عارفش لاش عايش ولاش خدام ولاش كيجمع المال ولاش كينخرط في أحزاب وفي نقابات ولاش كيسعى في هذه الأمور كلها، ما عارفش بالضبط، خاصه البوصلة. الإمام الحسن البصري ورجل قديم في القرن الثاني للهجرة، لكنه ينطق بالحكمة، أعطانا هنايا أربعة ديال الأشياء ممكن نحدد بها علامات المرور في الحياة. أول حاجة العمل، إنسان خاصو يعمل ولا بد يعمل، ما يتواكلش. علمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به، أنا خدام، أنا ما نبقاش نفكر هذا دار وهذا ما دار، أنا نخدم ونزيد. القافلة تسير والآخرون يفعلون ما يريدون. وعلمت أن رزقي لا يذهب إلى غيري فاطمأن قلبي، الرزق اللي عطاك الله مضمون، وخا اللص كيسرق، وخا داك الإنسان كيستعمل طرق ملتوية باش ينهب المال العام، وخا يفعل، أبدا، ومع ذلك رزقك مضمون ولن يأخذ منه إلا ما كتب الله له. فاطمأن قلبي، مرتاح، ما عندي لا مشاغيل ولا هموم، لأن ذلك أمر الله. وعلمت أن الله مطلع علي، المراقبة الإلهية، فاستحييت أن يراني على معصية. وعلمت أن الموت ينتظرني، لا بد أن نغلق الله تعالى، فأعددت الزاد للقاء ربي. إذن أيها الأحباب، هذه أيضا من أسباب مفاتيح الرزق. كاين مفتاح آخر مهم، وهو أن الإنسان دائما وهو كيشتغل وهو كيخدم دائما عنده التوكل على الله، لا يعتمد على فكره أو عقله
او على الخطة الاستراتيجية اللي خدام بها هويا في التنمية ديالو او في المقاولة ديالو او في اي شيء. نعم نخطط نبرمج نأخذ بالأسباب نبحث عن المقتضيات العقلية والمنطقية، ولكن لا نتوكل على أنفسنا، دائما نتوكل على الحي الذي لا يموت. ربي عز وجل قال لنا ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. دائما الإنسان يتوكل على الله، ندير الأسباب أخطط أبرمج ونضع المستشارين، ولكن دائما لا أنسى التوكل على الله، لأن في لحظة ممكن تأتي كارثة فتهدم كل شيء. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، ألا ترون أنها تأخذ خماصة وتروح بطانة. ثم أيها الأحباب الكرام، حتى لا أطيل عليكم، من أهم المفاتيح للرزق اللي بغى ربي يغنيه واللي بغى يكون غني في القريب العاجل، وهو الإحسان إلى الضعفاء والفقراء وبذل العون لهم. في ملقد شي واحد ضعيف أو فقير أو محتاج، قدم لي المساعدة. إذا كان عندك المال أعطيه من مالك مما أعطاك الله. إذا أعطاك الله تعالى الفهم والحكمة علمه ووريه وخذ بيده. إلا ما عندك شيء قل لي كلمة طيبة تهون عليه ما به من هموم. هذا مفتاح عظيم جدا. من اللي نشوف الفقراء والضعف والمعوزين ما ندوروش وجهنا نقولوا هادو كتروا في هذا المجتمع وهادو أفسدوا علينا متعة الحياة، لا، هادو كتر ما مخلوقات الله، ربي قطر لهم الرزق وناظر كيف يصنعون. فخصوصا العائلة، ملي كلك في العائلة ديالك واحد الواحد خرج عشور، كنقولوا في الدارجة فلان خرج عشور، العائلة كلها خدامة موظفين، واحد الواحد أو واحد الوحدة ما كاين لا خدمة لا والو وزايدة بالصقوعية، كي غنتعاملوا مع هذا الإنسان هذا؟ غادي نفروه؟ غادي نتركوه؟ لا، هذاك واحد الضعيف، ضعيف في القدرة، إما عنده مرض أو إعاقة أو ضعيف في الفهم، كيمشي للإنحراف، كيمشي للتدخين، كتب عليه الله ذاك المكتب أو شيء من هذا القبيل. هذا خصنا لابد ناخذ بيده، نسمعوا ليه، نقتربوا منه، نساعدوه، نعاونوه، نمدوا ليه يد المساعدة. كل ما قدمت ليه يد المساعدة إلا والله تعالى يفتح لك باب الرزق من حيث لا تدري. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. يعني اللي بغى الرزق واللي بغى النصر واللي بغى العزة يتهلى في الضعفاء اللي حداه. ربي عز وجل هو اللي قسم عليهم ذاك الرزق قليل وذيك القوة ضعيفة، وربما حتى في الإيمان ديالهم ربما عندهم انحراف ولا عندهم شي انزلاق، أنت ما تنفر منهم، ما تدفعهم، احضنهم إليك، قل لهم كلمة طيبة، عاونهم وبهم سوف ترزق. ما تقولش هادو غلاص كان فيا، هادو غتابعيني، لا، قل لهم إن شاء الله غادي يكون خير، كلمة طيبة، ثم نوي الخير تلقى الخير، وربي غادي يرزقك وغتعاونهم. هل تنصرون أو ترزقون إلا بضعفائكم. فاللي بغى ربي عز وجل يعطيه الرزق ويبسط ليه في هذا الرزق لا ينسى الضعفاء والمساكين، وربي غادي يكرمه واحد الكرم عظيم. قال رب العزة ابغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. ابغوني في ضعفائكم، كنحب الله تعالى عن طريق الضعفاء، ونسأل الله العظيم المتعال أن يرزقنا رزقا حلالا طيبا، وأن يحفظنا بما حفظ به الذكر الحكيم. وحتى لا أطيل عليكم أترك لكم أيها الأحباب الكرام الفرصة لكي تتواصلوا معنا، هناك مفاتيح أخرى كثيرة غنتكلموا عليها إن شاء الله في خضم هذا الحديث. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.